إلى الذين يؤمنون بأن الوطن أغلى وأعز، إلى من نراهم بعين الواقع يرفضون العنف والإرهاب، إلى من ضحوا بأرواحهم فداء مصر، إلى الباحثين عن الحقيقة، إلى من يفكرون، إلى القلوب المطمئنة ومن يبحثون عن مزيد من الاطمئنان، إلى كل هؤلاء نقدم حصاد 12 شهراً من البحث والتقصي، لنفكر معكم بصوت مسموع ونوثق الأحداث سوية في رحلة هدفها الوحيد هو الوعي في مواجهة الإرهاب. اللقاء بميعاد والعودة بالخير وبالخير دوما. في الحلقة اللي فاتت انفردنا بتسجيلات صوتية مهمة جدا جدا لخيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم أو المرشد الفعلي. التسجيلات دي يعني كشفت قد إيه كنا قدام تنظيم انتهازي بامتياز، وبينت المؤامرات والمخططات اللي كانت بتتم من وقت مبكر ضد الدولة المصرية، يعني حالة السعار الإخواني على السلطة بعد أحداث 25 يناير، وإنهم إزاي طلبوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي كان بيدير البلد في الوقت ده إنهم لازم يشكلوا الحكومة لازم، ولما طلبهم اترفض قرروا يرشحوا واحد منهم لانتخابات الرئاسة وياخدوا كل حاجة. لأهمية المقطع ده لازم نرجع نسمعه مرة تانية، لأن المقطع ده لازم نسمعه بتركيز ولازم نقف مع بعض على أهميته ونكتشف إيه الموضوع بالظبط. الرحلة التآمر دي إيه اللي كان بيتم التخطيط ليه، يا الجهاز التنفيذي للدولة يا الدولة كلها. يعني لما كلنا اتفقنا إن مصر كانت مخطوفة ما كانش مجرد مصطلح بنقوله، لا ده كان له معنى. بس قبل ما هنسمعه تاني مع بعض عايزة أقول لكم اللي عملناه في الحلقة اللي فاتت عمل رد فعل. الناس بتدور مين المصدر اللي ادى للكبسولة الحاجات دي، ويا ترى هيعرضوا ايه في اللي جاي. علشان كده ركزوا اللي بنعمله مع بعض استكمال اقتلاع شجرة خوارج العصر. هما طبعا الاول فوقوا بالظلم، يعني دي احنا لفترات طويله مش نازلين، فالقضايا كانت مصدقه بدرجه عاليه، انما هما مش فوقوا لدرجه يعني مفاجاه كامله، لانه في اخر شهرين احنا كل اسبوع بنقول لهم يا جماعه لو ما وافقتوش على تشكيل حكومه ائتلافيه برئاسه الحريه والعداله موقفنا قد يتغير لاختيار مرشد. هل المفاجأة دي بتخلي كتير مننا ممكن يستحضر اللي كان بيتقال، وإزاي لجانهم الإلكترونية مبكراً كانت بتحاول تتلاعب بالرأي العام في مصر، وإزاي كان كل حاجة لازم يتم يعني إزاحتها من عليهم كده وتترمي مرة على الشارع ومرة على الثوار وحتى مرة على السلفيين ومرة على المجلس العسكري؟ لازم كل الدوائر تبقى هي اللي في بؤرة المسؤولية وهم اللي بعيد. يعني في الحقيقة حالة السعار الإخواني على السلطة ما كانتش أبدا علشان خاطر عيون التنظيم الإرهابي، لا ده كان فيها طموحات شخصية كمان لأعضاء التنظيم نفسهم. علشان كده كان من ضمن الساعين لكرسي الحكم عبد المنعم أبو الفتوح، واللي اختارته إدارة بوش الابن في 2007، طبعا هو مطروح من قبلها لكن تم العمل على تقديمه بوصفه شخصية إصلاحية ممكن يقدم نقد للمرشد وقتها. ويقال إن بعض قيادات التنظيم الإرهابي في أوروبا كانت عاوزة عبد المنعم أبو الفتوح، وده علشان تستثمر علاقته مع المجتمع الغربي وطبيعة شخصيته العاطفية شوية اللي كانت قبل الانتخابات بتحاول تصدر صورة مغلوطة، صورة كاذبة، صورة خارجية إن هو واحد من هذه الشخصيات الإصلاحية. لكن قبل
ما نكمل لازم نقف على مين هو عبد المنعم أبو الفتوح وإيه المحطات الرئيسية في هذه الشخصية المراوغة. تحت عنوان المتطرف المراوغ يمكننا تلخيص سيرة التحولات في حياة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح. إذ بدأ أبو الفتوح الذي ولد في أكتوبر من عام 51 بدأ اهتماماته السياسية مولعا بالحلم الناصرية قبل أن يتحول إلى دعم العنف والإرهاب في سبعينيات القرن الماضي تحت راية الجماعة الإسلامية. عبد المنعم أبو الفتوح يقول في مذكراته: في هذه الأثناء كنا نؤمن بجواز استخدام العنف بل وجوبه في بعض الأحيان من أجل نشر دعوتنا وإقامة فكرتنا، وكان العنف بالنسبة إلينا مبررا بل وشرعيا، وكان الخلاف بيننا في توقيته ومدى استكمال عدته فحسب، فكان الفرق بيننا وبين من أطلقوا على أنفسهم اسم جماعة الجهاد أنهم تعجلوا الأمور ونفذوا ما اعتقدوا بسرعة من دون حسابات دقيقة. كانت نظرة العنف تلك هي نقطة التماس الأولى بينه وبين تلاميذ سيد قطب داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، إذ يقول أبو الفتوح عن هذا الأمر: إن أفكارنا ومنهجنا كان أقرب إلى طريقة التفكير التي كانت تسيطر على إخوان تنظيم 65، فقد كانت لديهم منهجية الانقلاب والثورة، وكان لديهم رغبة في الانقلاب على جمال عبد الناصر، كما كان لدى إخوان النظام الخاص مثل مصطفى مشهور وكمال السنانيري وحسني عبد الباقي وأحمد حسين وأحمد الملط منهجية قريبة منا، وأنهم حين خرجوا من السجون كانوا يحملون نفس الأفكار التي كنا نحملها وعبر شهادات تنظيمية متنوعة. فإن عبد المنعم أبو الفتوح الذي أصبح عضوا في مكتب إرشاد التنظيم الإرهابي حتى مارس من العام 2011 كان أحد حلقات الاتصال مع القوى الغربية إلى جوار كل من عصام العريان ومحمد سعد الكتتني وبعض نواب الجماعة فيما قبل أحداث 25 يناير. ووفقا لوثائق تنظيمية عديدة ظل أبو الفتوح أحد مسؤولي جهاز التخطيط التابع لتنظيم الجماعة الإخوانية حتى وقت أخير قبل أن يؤسس حزبه مصر القوية بالعام 2012. ومع ذلك لا تزال المراوغات هي السلوك الأبرز في علاقة أبو الفتوح والتنظيم الإرهابي الذي تربى في كنفه، إذ كلما اختلفت الظروف أبدى ابتعادا وإذا تصالحت الأحوال أبدى اقترابا، وهو في هذا لا يزال إخوانيا حتى النخاع. طيب اللي هنسمعه مع بعض دلوقتي بكل المقاييس هيشكل صدمة لحضراتكم لأنه بيعرض التقييم بتاع الشاطر في أبو الفتوح، والتقييم ده هيخليكم تكتشفوا قد إيه هذه الشخصيات الكاذبة اللي عندها أكتر من وجه وأكتر من لسان وأكتر من قلب بالمعنى الديني ممكن تنافق وتكذب و كمان تغتاب. يعني أعتقد أنا مش عارفة هم شايفين ربنا لما هيحاسبهم هيحاسبهم على الديانة الإخوانية، فالكلام ده عند ربنا بتاعهم مش هيبقى فيه حلال وحرام، مش عارفة. علشان كده تعالوا نقدر نقول مع بعض بسرعة إن حرب تكسير العظام بدأت ما بين الشاطر وأبو الفتوح، ودي بالمناسبة كانت حرب مش بسيطة، حرب قذرة يعني، وتم استخدام فيها كل اللي ممكن يتقال عليه يعني خارج من أي شكل أخلاقي أو ديني، يعني اعتمدوا كل وسائل الشيطان. علشان كده الحقيقة يعني كان في ضرب تحت الحزام، المهم إن في السبق ده مين اللي هيفوز مين اللي هيكسب. علشان كده بلاش احنا نعلق، خلونا زي ما الكبسولة وعدتكم كله موثق بالصوت المرة دي وبالصورة المرة الجاية، ونسمع خيرة الشاطر وهو بيقيم المسألة دي قال ايه على الحرب اللي كانت دايرة ما بين ولاد الإرهابية. هو حصل شوية أخطاء من عبد المنعم في آخر 10 أيام في حملته الانتخابية وبرامجه اللي ظهر فيها ألحقت بيه ضرر وهم أرضى بسرعة، ف
فبدأوا ينزلوا ناس توجه الناس بتاعته لحمله حمدين مش بقيه حمدين. هو مثلا لما طلع مع عمرو موسى ما قدمش نفسه كرئيس دوله، وقف حمله ردح لعمرو وعمرو يردح، يعني ده عمال يغلط في دوله غلط في دوله يشتم ده يشتم ده، فالاثنين خسروا. جزء من الناس عمرو راحوا لشفيق فنزلوا، هو لما عمل كده برضه مثلا اتكلم بشكل غير مناسب على مرض بقيه المرشحين التانيين، يعني المرشح اللي عمل عمليه في دماغه والمرشح مين بيحكي هذا؟ هو الدكتور مرسي فيه مرض او حاجه معروفه طبيا اللي هي المينجوما. المينجوما ده بيبقى ورم حميد بيجي في الغشاء المغلف للمخ تحت الجمجمه على طول، وناس كتير بيحصل لها هنا في مصر بنسبه معينه، فبيتشال بطرق مختلفه من ضمنها المنظار من ضمنها اي حاجه. فهو ده كان عند الدكتور محمد ومن سنين طويله يعني. مين اللي اثر على الدكتور؟ همام. والله؟ اه طبعا ما قالش اسمه، انما هو طلع بكلمه انه لازم اي مرشح للرئاسه يقدم اقرار بصحته. طبعا عمنا لما كان معانا في السجون كان دايما تجيله ازمات قلبيه، اروح المستشفى واقعد 6 7 شهور منتظر تحسس القلب والكسر، والتقارير دي كلها موجوده وكانت مكتوبه اعلاميا، فطبعا ما صحش انت بالذات تفتح موضوع زي كده. اعتقد كلنا سمعنا واكيد اتصدمتوا زي ما احنا اتصدمنا وهو بيصف زميله والقيادي بالجماعه انه كان في وصله ردح وانه ليس رجل دوله، وحملوا يعني مسؤوليتين كده رفضهم رفض قاطع. ازاي يتكلم عن ضرورة ايجاد الحالة الصحية ضمن اوراق المرشح الرئاسي، وقال ان هو كان بينبط بيزن على المشكلة اللي عند مرسي، وفي الحالة دي يعني مرسي العيان ده هو بيلمح له، يعني يا ربي كل اللي في التنظيم ده كلهم بياكلوا في بعض مش قابلين بعض، دي حاجة غريبة جدا. وكمان بيقول طب يعني لما هو بيعمل كده مع مرسي، طب ما صديقه حمدين عنده بالهارسيا قديمة وعنده فيروس سي، يعني هو ليه بيتكلم على مرسي؟ المشكلة التانية كمان اللي وقف عليها خيرت وما فوتهاش بسهولة يعني لعبد المنعم أثناء عملية التقييم دي، انه انكر فكرة البيعة واتعامل انه هو من خارج التنظيم، وده اللي احنا هنتناوله بعد كده. لكن لازم اقول لحضراتكم ان فكرة انه كذاب وقال انه هو خرج من الاخوان وانفصل من الاخوان اللي اخذوا عليها خيرت الشاطر، الكاتب والمحامي المرموق ثروت الخرباوي قال عبارة ذكية جدا بتلخص الحالة، وهو كان في يوم من الأيام واحد منهم قال خرج عبد المنعم من الإخوان ولم تخرج الإخوان منه. علشان كده كان طول الوقت لما الشارع بيحتج على تصرفات التنظيم الإرهابي وهو في الحكم قبل ثورتكم العظيمة ثورة 30 يونيو، كنا بنلاقي دايما أبو الفتوح عنده حساسية وما بيقبلش بسهولة فكرة الهتاف بتاع يسقط يسقط حكم المرشد، لأن المسألة يعني الاختلاف ده كان حاجة شكلية بس، لكن الأمر من إدارة بوش الابن كان بيقول لازم يتم تجهيزه بوصفه شخص إصلاحي. علشان كده عايزاكم بس تسمعوا وتشوفوا ازاي هو اتعامل مع المسألة. الحقيقة هداف يسقط يسقط حكم المرشد، انا بقول ان الرئيس اللي انتخبناه هو محمد مرسي، يا اما يؤدي واجبه يا اما هيجي الوقت اللي هنهتف فيه يسقط يسقط محمد مرسي. وعشان كده احنا بنتمنى ان الاداء يكون افضل من هذا واكثر قوة من هذا وبيحقق مصالح الناس، ومحدش اللي احنا انتخبناه هو فلان وهو ده اللي حاسمه، هو بيرجع لمين بياخد رأي مين بيدير ازاي غلط صح، كل ده هو اللي يظل المحاسب امامنا من غير ما نتوه نفسينا في اي حاجة فلان ولا علان ولا مثل هذه المسألة. انا ادرك ماذا يقصد الشباب لما قال يسقط يسقط حكم المرشد.
هو عاوز يقول يا دكتور مرسي يا اللي احنا انتخبناك والشعب انتخبك وانت المسؤول امامنا وامام هذا الشعب، انت ما وفيت بعهدك امام القوى السياسيه بان تكون مستقل عن جماعتك وعن تنظيمك وعن حزبك. يعني يسقط مرسي ماشي، لكن المرشد لا، ويطلع يبيع لشباب ان هو اتمرد على التنظيم الارهابي وعلى الاخوان وانه لم يعد منهم. في الواقع هنا السؤال اللي لازم يبقى واضح قدام عينينا وندور له على اجابه، هو ليه عبد المنعم ابو الفتوح رغم انه كان من اللاهثين على كرسي الحكم لكن كان دايما ضعيف قدام المرشد وقدام التنظيم الارهابي؟ ايه هي كلمه السر في الموضوع ده؟ الصراع بينه وبين الشاطر، صراع المال والشخصية الحالمة اللي بتقدم نفسها في إطار عاطفي. علشان كده المسألة دي الأفضل إن أفاجئكم باللي هتسمعوه معايا دلوقتي. برضو هم سجلوا إنه لما أنكر مسألة إنه ما يعرفش الإخوان واتكلم عنها بشكل مزعج شوية، وتاني يوم على ما يبدو إن هي أثرت في مجموعة من اللي هم محبين للاخوان او منشقين وكانوا في حملته، فلما هو قال كده بعضهم انقلب عليه واعلن صراحه على النت انه خلاص بعد كلامه ده وانه بيكذب وانه كذا وانه كذا فلن نؤيده، وحصل كلام كتير على الفيسبوك على الموضوع. فجزء من حملته لان هم فيسبوكيين قوي يعني كبر الموضوع، فهو راح تاني يوم في الاعلام في برنامج تاني حاول يقول لا ده انا بيعت بس مش على المصحف السيف. يعني ان هو بقى كان زمان في النظام الخاص في القصه القديمه دي زي ما بقول لك مش الصوره دي. مش الصوره دي. فطبعا يعني هو انكر اصلا البيعه؟ الاول انكرها بشكل حد كبير. في حد يعني بتاريخه ممكن ما يدخل ما يبيعش يعني؟ ما هو بقى قاعد بقى على الطريقه كان واضح جدا فيها انه بيكذب. يعني الناس كلها حست كده. فنسبه مؤثره عنده 10%. بايع مرتين. ده المرشد قال كده، قال ان هو بايع مرتين. هو بايع مرتين. هو فعلا بايع مرتين. اهو خيرت بيسهل علينا المساله واحنا بندور على السر في ضعف عبد المنعم ابو الفتوح قدام المرشد اللي كذب وهو بيقدم نفسه كمرشح رئاسي على المصريين كلهم وانه لم يبايع، بيقول لا ده بايع وبايع مرتين. وعلشان كده ده السر اللي لازم كنا نحاول نوصل له، وقاله لنا خيرت بشكل مباشر وبسيط. والبيعة يعني ما هيش حاجة بسيطة كده جوه التنظيمات اللي من هذا النوع. اللي ما يعرفش ان التنظيم الارهابي استفاد في الموضوع ده تحديدا من طبيعة عمل كل التنظيمات السرية التاريخية، يعني كمان نظام تدرج العضوية جوه المحافل الماسونية اللي بيكون هدفها الأول والأخير ان الفرد العادي ينسلخ في النهاية، يطلع من انتمائه الوطني ويكون أسير لعملية الولاء التنظيمي. لكن في التنظيم الإرهابي في نهاية المطاف الحكاية كانت واضحة، إن التنظيم هو الوطن البديل بالنسبة لأعضائه، يعني التنظيم بيوصفهم دائما بأفراد الصف، وأول ما بيتم اعتماد عضو التنظيم الجديد لازم يعمل يعني يقسم يؤدي البيعة للمرشد. والبيعة دي بيتم اعتمادها بصيغتها المعروفة من المرشد المؤسس، مؤسس التنظيم الإرهابي البنا، ما هو ده تنظيم البنا، زي ما كانت لائحة 1945 بتقول بالظبط. وده اللي يعني لازم يكون واضح قدام حضراتكم، فخلونا من فضلكم نسمع البيعة بتاعتهم اللي بيقسموا عليها. أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على ما أقول وكيل. طيب يعني نص البيعة واضح ومباشر تماما، لأن العضو لازم يأجل عقله يلغيه
يطلعوا بره الجمجمة يعني، ويلتزم بفكرة السمع والطاعة لهذا التنظيم الإرهابي حتى لو كان الأمر ضد رغبته أو قناعته الشخصية. وفي آخر لائحة معدلة للتنظيم اللي كانت في 2010، وركزوا في التواريخ لأننا أكيد هنتعرض لها في وقت جاي، كانت بالمناسبة القسم الأخير لعبد المنعم أبو الفتوح جوه التنظيم. يعني عبد المنعم قال القسم القديم والقسم المعدل، والبيعة دي برضو لازم نسمعها لأن الكبسولة ما بتقولش في مساحة وجهات النظر ولا الرأي، كله موثق. أعاهد الله العظيم على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بمنهج الجماعة ونظامها الأساسي والنصح لقيادتها والسمع والطاعة لها في المنشط والمقره، وأن أجهر بقول كلمة الحق ابتغاء مرضات الله وحده، لا أخشى في الله لومة لائم، وأن ألتزم بقرارات المجلس وإن خالفت رأيي، وأن أعمل على تنفيذها ما استطعت، والله على ما أقول شهيد. هنا بقى المفاجأة اللي لازم تبقوا متأكدين منها، ربما سمعتوها في مساحات وجهات النظر والرأي، لكن النقطة المهمة جدا المرة دي ان ده اللي بين ايديكوا ده هي الوثائق بتاعتهم. يعني اوعوا تتصوروا مثلا ان الغنوشي في تونس ولا يعني اسماعيل هنية في حماس في غزة يعني بيكونوا تنظيمات مستقلة أو بتكتفي بتنسيق نشاطها تحت مظلة مكتب الإرهاب الدولي. وطبعا لما أقول مكتب الإرهاب الدولي أنا أقصدها، لأنه مكتب الإرهاب الدولي أكيد مش مكتب إرشاد، يعني لأن كل مراقب لهذا التنظيم في أي بلد وقيادات مكتبه بيكونوا ملتزمين هم كمان بأنهم يؤدوا هذه البيعة بالسمع والطاعة لمين؟ لمكتب الإرهاب الدولي. وده مش كلامنا نهائي، ده كلامهم واعترافاتهم هم اللي كاتبينها بنفسهم في لوائح التنظيم. يعني المادة 26 من اللائحة العالمية لهذا التنظيم الإرهابي اللي النص البيعة فيها زي ما سمعتوه كده، هو بيقول نفس الكلام اللي حضراتكم سمعتوه، وخلونا نسمعها كمان مرة. وعهد الله تعالى أن أكون حارسا أمينا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذا لقرارات مكتب الإرشاد العام وإن خالفت رأيي، مجاهدا في سبيل تحقيق غاية الجماعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول شهيد. إيه رأيكم؟ الحلقة بكل المفاجآت اللي فيها تستحق إن احنا نروح نحطها قدام يعني أحد المشتغلين بهذا المجال علشان تبقى المسألة قدام حضراتكم كبسولة بجد مكتملة الأركان زي ما وعدناكم واتفقنا. علشان كده هخرج لفاصل سريع، أستقبل بعده على طول الدكتور أحمد الشرباجي الباحث في شؤون الإسلام السياسي، ونفتح معاه كل النقاط اللي قلناها مع بعض في المقدمة بعد الفاصل. طيب رجعنا لحضراتكم سريعا لان وقتكم يهمنا جدا، خلونا نروح للاستاذ الدكتور احمد الشرباجي الباحث في شؤون الاسلام السياسي اللي منورني. مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. طيب خليني بسرعه الاول، استوقفني جدا اللغه الرديئه اللي استخدمها الشاطر واللي استخدمها عبد المنعم في التسريب او يعني الماده اللي قدرنا نحصل عليها من احد المصادر، وهو بيقيم عبد المنعم قال دي وصلة ردح وقال إنه ليس رجل دولة، ويعني اتكلم عنه بلغة رديئة جدا. وفي المقابل عبد المنعم وهو بيتكلم على يسقط حكم المرشد قال يسقط مرسي بلاش يسقط حكم المرشد. اللغة الرديئة دي يعني إيه المشهد ده نفهمه إزاي؟ طبعا
طيب المشهد ده في جزئيتين، جزئيه تخص فكره المرشد، ودي هنخليها تاني نقطه. النقطه الاولانيه او الجزئيه الاولانيه هي جزئيه تعامل خيرت الشاطر مع ابن أم الفتوح، او حتى نظرتهم لمحمد مرسي داخل التنظيم. يعني في صراع محموم وكان مكتوم غير مظهر للعلن، لكن كل متابع وكل باحث يعني اتصل بجماعة الإخوان المسلمين أو بحث في أوراقها أو تابعها في سياساتها وتحركاتها الاجتماعية والسياسية خلال الفترات السابقة، كان يوضح له جدا ويعرف بمنتهى البساطة أن هناك صراع محموم ما بين خيرت الشاطر وما بين عبد المنعم أبو الفتوح. خيرت الشاطر كان بيمثل الرجل القوي في التنظيم الخاص داخل جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح زي ما حضرتك قلت كده كان واخد دور الرجل الإصلاحي اللي هو بيؤدي دور آخر بيخدم بيه على جماعة الإخوان المسلمين. لكن هما الاثنين كانوا على فرسي رهان داخل الجماعة، وبيشعروا في قرارة أنفسهم أن كل واحد فيهم أحق بقيادة الجماعة من الآخر. يعني السعي كان أن أي واحد فيهم كان طموحه أن يكون مرشد الجماعة. دي حقيقة بالفعل. خيرت الشاطر كان بينظر أنه هو الراجل الموثق لدى التنظيم الخاص، وأنه راجل الذي يمتلك كنوز وثروات الإخوان المسلمين تحت إيده وهو بيديرها. هو بيتاجر في أموالهم. وهو اللي بيدير أموال الإخوان المسلمين وأموال الجماعة. لذلك هنلاقي أن عبد المنعم أبو الفتوح كان بيسعى سعيا حاسسا أن يسحب جزء من الأموال دي أو يقلص نفوذ خيرت الشاطر المالي داخل جماعة الإخوان المسلمين، بأنه يسحب جزء من الأموال اللي بيديرها خيرت الشاطر ويديها ليوسف ندى. وحصلت نوع من المشادات ما بين خيرت الشاطر وما بين عبد المنعم أبو الفتوح، وفي تحزبات لده وتحزبات لده. ولما قعدوا يتكلموا عبد المنعم أبو الفتوح أنت ليه بتعمل كده مع خيرت، قال أن خيرت الشاطر موجود داخل مصر بينما يوسف ندى موجود بره مصر. فالتالي استطاع عبد المنعم أبو الفتوح أن يوجد مبرر يبرر به سحب جزء من أموال الجماعة وإخراجها من يد خيرت الشاطر وإضافتها ليد يوسف ندى. لكن الفكرة الحقيقية عند عبد المنعم أبو الفتوح كان هو تقليل نفوذ خيرت الشاطر على اعتبار ان من يملك قوة الاقتصاد داخل الجماعة يتحكم في جزء كبير جدا من القرار داخل جماعة الإخوان المسلمين. والحقيقة اللي بيملك قوة الاقتصاد في العالم يتحكم. صحيح، ده حقيقة فعلا. طيب بس كمان محمد مرسي في نظرة دونية طول الوقت، يعني في كده زعامات او قيادات شايفة نفسها هي اللي فوق والآخرين في رتبة أدنى. يعني محمد مرسي تحديدا ده كان وضعه الطبيعي. يعني محمد مرسي قفز زي ما قلوا في حين غفلة من الزمن داخل جماعة الإخوان المسلمين. يعني يا حرام. خلينا أقول لحقيقتك يعني، ويمكن دي أول مرة أتكلم فيها، إن أنا كنت تجمعني جلسة بين أحد قيادات الإخوان المسلمين، فكان لسه حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت بيؤسس يعني. فبيقول لي الجماعة هتنشئ حزب الحرية والعدالة وبتاع، تعرف مين المرشح انه يمسك الحزب؟ قلت له والله لحد دلوقتي بحاول اتكهن واشوف مين اللي هيمسك الحزب. قال لي لا، بسيطة من غير اي تكهنات، اللي هيمسكها اخونا محمد مرسي. تعرفه؟ قلت له اعرف، اللي كان ماسك الكتلة السياسية في 2005 في الجماعة الإخوان وكده يعني. فقال لي خليني اقول لك حاجة بس بيني وبينك، ويعني ده كلام وشهادة أنا بقولها يمكن لأول مرة. قال لي هذا الرجل كارثة إن الجماعة مسكته حزب الحرية والعدالة، فهيكون وبال على جماعة الإخوان المسلمين. فهو كارثة ووبال على جماعة الإخوان المسلمين، وكارثة إن تم يعني إسناد الحزب ليه، والراجل ده كان معارض لفكرة إن محمد مرسي يبقى يتولى قيادة جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة. فهذا الرجل اللي فيه معارضة لإدارة حزب للأسف، وهو كارثة على الجماعة، الانتخابات جابته سنة كاملة في توصل بيه أنه يبقى كارثة على الدولة في حد ذاتها ويوصل إلى سدة الحكم. المفارقة بقى والشيء العجيب جدا أن هذا الشخص القيادي ده هو اللي كان بيتكلم على مرسي بهذه الطريقة، لما نجح محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ما كانش بيخرج من قصر الرئاسة، ما
ما كانش بيخرج من قصر الرئاسة، وكان يشارك في معظم القرارات اللي كان بيصنعها محمد مرسي. ده مين الشخص ده؟ خليني بس أقول إن هذا الشخص اضطررت إن أنا تحدث بيني وبينه مواجهة في أحد المؤتمرات، كان هو يعني عامل مؤتمر حاشد لما اقترب بموعد 30/6، فكان بيتكلم على إن لو أسقط محمد مرسي فلن تستطيع مصر أن تنجب شخصا آخر مثل محمد مرسي. بصراحة أنا ما قدرتش، يعني كلهم بيكذبوا، خيرت أنا كذاب. أنا نفسي ما قدرتش أتحمل، عبد المنعم كذاب، أنا ما قدرتش أتحمل بصراحة، لأن الكذبة دي كانت أكبر مما أنا، لأنها واضحة قدامك، يعني أنت هو الراجل بيقول مصدر لي. دلوقتي أنت شاهد عيان. أدي حقيقة، أنا بحكي حقيقة والله، يعني الشخص ده بيقول لي بيني وبينه إن الشخص ده كارثة، وهيبقى كارثة على الجماعة لو مسك حزب الحرية والعدالة، إذ بيه يمسك يعني سدة الحكم في الدولة، وبعدين الراجل ده يبقى يبص له كده، وبعدين ينتقل انتقال فظيع جدا فيقول ان لو تم اسقاط محمد مرسي فيعني عاقمت مصر ان تنجب شخص اخر مثل محمد مرسي. اضطريت ان انا اقف وسط الناس كلها واقول له هستاذن حضرتك بس ان انا اتكلم كلمه. قال لي طب خليك يا دكتور بعد ما نتكلم بعد ما نخلص المؤتمر. قلت له لا معلش هكلمك كلمه بس كده، وبعدين قال لي انها لازم يعني تتاخد في هذا السياق حالاً. يعني اضطر ان هو يعني يقطع حديثه. في قلت له انا بلغني من قياده من قيادات الاخوان المسلمين، انا معفى ان انا اقول اسمها الان، ربما تكون حد من الجالسين والموجودين في هذا المؤتمر. هذا الشخص القيادي في جماعه الاخوان المسلمين اصر لي في يوم ما، ورحت حاكي الايه حاكي الموقف. اذ نفاجئ بعد كده ان محمد مرسي هذا الشخص الكارثه على الحزب الحريه وعلى العداله وعلى جماعه الاخوان المسلمين يصل الى سده الحكم، والناس تقول ان عاقمت مصر ان تنجب شخص اخر مثل محمد مرسي. يا سيدي مصر لا يليق بها شخص مثل محمد مرسي من الاساس. يعني في الحقيقه في بعض الاصوات المعارضه في المؤتمر ده فحست بهذه الكلمه على نوع من التصفيق الحاد، احرجت هذا الشهزيه الشخصيه المهمه داخل جماعه الاخوان المسلمين اللي قالت لك هذا السر، وطبعا واحنا طالعين قال لي هذا فراق بيني وبينك. قلت له يا سيدي شكرا جزيلا، يعني خلاص كده انا وصلت الرساله. هو الراجل عقب بهذه الكلمه واحنا طالعين قال دكتور كده كتير، هذا فراق بيني وبينك. yeah. يا سيدي شكرا. بس ده كمان يخليني يا دكتورة أسألك، ليه بتقول لحد دلوقتي مش الجماعة الإرهابية مع كل اللي بيتكشف لينا؟ يعني طبعا حضرتك ليك الحرية يعني تقول اللي انت عايزه، بس انت بنفسك كنت شاهد عيان وكنت اهو مصدر للكبسولة انك ترصد حجم الكذب يعني والمفارقات. انت بتقول ان انا ما بقولش ليه الجماعة الإرهابية؟ اه لا انا ما مين قال انا بنزعج قوي، واحنا لا يعني اي حد دلوقتي لما يقول الاخوان المسلمين انا بنزعج، انا بغير على ديني، يعني بحس انه بجد احنا بنشارك في اثم. لا خليني بس اقول لحضرتك ان الفكره عندي اعمق من كونها جماعه ارهابيه. يعني انا بالنسبه لي انا كشخص يعني تعدت فكره انها جماعه ارهابيه، لان هذه الجماعه اصلا جماعه يعني تطعن في الدين ذاته. فانا لما باجي اتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين انا شخص ايديولوجي ضد جماعه الاخوان المسلمين، يعني بحاربها او بتكلم العلمي. عنها من نوع العقيده، يعني انا بتكلم عن الاخوان كنوع من العقيده لانها بتهدم في ثوابت الدين الاسلامي وبتهدم عشان كده في الدين، بلاش نجمعها في الدين مع ذاته الاسلام يعني. في الاسم. ففكره ان هي جماعه ارهابيه كفي جماعات وحركات سياسيه قد تكون طيب. ارهابيه، انما فكره انها جماعه تهدم الدين دي اعمق بكتير جدا من كونها جماعه طيب. ارهابيه يعني. خلينا طبعا من حياتك ليا بالنسبه لي على الهوا يعني كده. ليه انا في فهمي يعني الشخصي الأكاديميين بيبقوا أسير المصطلح، بس إحنا في مرحلة محتاجين حتى من الأكاديميين أنفسهم إن نروح للبحث في المصطلح ده، قبوله ورفضه وإسقاطه، لأن ده جزء من الشرك اللي بيرموه على المجتمع، يعني جزء من محاولة تضليل المجتمع على الأقل البسطاء. ده هيخليني قبل ما أروح لفكرة البيعة أسألك، الجماعة كلنا فجأة اكتشفنا لما وصلوا للحكم ان في كتير قوي حوالينا فجأة اتضح انهم اخوان، ممكن يبقى قرايب وممكن يبقى اخ وممكن يبقى اخت، والناس دي ما كانتش بتبان قدامنا ابدا. فكرة الجماعة والتراتبية اللي جواها ايه المفهوم ده؟ برضو دي فكرة تظهر زي ما يقولوا للمشاهدين أو لعامة الناس إن ده شيء مذهل، إن إزاي الشخص ده
يظهر فجأة كده انه اخوان، لكن اي باحث او دارس لنظام الاخوان المسلمين وطريقة حركتهم وتحركاتهم يعني هي بالنسبة له دي معلومة بسيطة جدا. محمود الصباغ في كتاب حقيقة التنظيم الخاص بيتكلم عن ان الاخوان المسلمين دول ثلاث اقسام، اي عضو بينتمي او تكوين الجماعة جماعة الاخوان المسلمين هي بتتقسم لثلاث انواع، الافراد فيها ثلاث انواع. تمام. النوع الاول هو الشخص الظاهر والمعلن ان هو منتمي لجماعة الاخوان المسلمين. النوع الثاني ده شخص بيعدل الاعمال الاعمال الخاصه يقوم بها في وقت الضروره، هو منتمي لجماعه الاخوان المسلمين ومبعد تماما عن الاتصال بتنظيم جماعه الاخوان المسلمين. نوع ثاني بيستخدم في مخصوص بيعد الشخص ده لان يكون يعمل في الاعمال الاقتصاديه التي تخص جماعه الاخوان المسلمين وتمويلها، وده بعيد جدا. لذلك هنلاقي بعض رجال الاعمال او بعض الناس اللي بيعملوا في مجال الشركات والاقتصاد لا يعني بيظهروا قدام الناس ان لا علاقه لهم بجماعه الاخوان المسلمين، بينما هم مبايعين وعاطين البيعه لجماعه الاخوان المسلمين، وده عملهم ودورهم مع الجماعه انهم يقولوا طول الوقت احنا مش جماعه الاخوان المسلمين، لانهم يقومون بتمويل جماعه الاخوان المسلمين ويستطيعوا ان يخدعوا قطاعات كثيره جدا من الشعب لولا انه يحدث ظرف ما او تبدا تخرج المعلومات الامنيه او تبدا تظهر حقيقه هؤلاء الناس في موقف من المواقف اللي بتخرج فجاه كده يعني. يبقى عندنا نوعين من جماعه الاخوان المسلمين، يعني معظم جماعه الاخوان المسلمين هو بيعمل في الظل ما بيعملش في العلن، اللي بيعمل في العلن ده شق بسيط جدا من جماعه الاخوان المسلمين. نقدر نقول ان جماعه الاخوان المسلمين زي جبل التلج بالظبط، القمه بتاعته هي اللي بتبقى ظاهره، بينما معظم جبل التلج ده بيبقى مخفي تحت سطح الميه ما هوش ظاهر يعني. ففكره ان يعني الناس احيانا تقول لك ايه، انتوا كل الناس هتقولوا عليها ان جماعه اخوان المسلمين، تمسكوا ناس نشطاء سياسيين وتقولوا ان جماعه اخوان المسلمين، تمسكوا رجال اعمال وتقولوا دي كيانات بتخدم وتمول على جميع. يا اخواننا، فكره جماعه الاخوان دي فكره سريه، فكرة صعبة جدا ومعقدة بتظهر بهذه الطريقة، ان اغلبها جزء مخفي، جزء ظاهر وجزء خفي، فبالتالي مش هتكون باين لحضرتك ان الناس دي تابعة جماعة الاخوان المسلمين. لكن اصحاب الشأن والاختصاص واصحاب اجهزة المعلومات وكلام زي كده بيبقى عندها بلا شك معلومات حقيقية عن هؤلاء الناس وعن البناء بتاع التنظيم يعني. نفس حسن البنا بيقول الكلام ده من قديم الزمن، يعني هو بيبص للشعب او للناس كلهم، يعني بيقول ان الناس خارج جماعه الاخوان المسلمين دول مجموعه باللفظ كده يعني ده تعبيره مش تعبيري انا. بيقول ان الناس خارج جماعه الاخوان المسلمين ده مجموعه من المرضى، المرضى يتم سحبهم الى مشفى اللي هو المستشفى بتاع جماعه الاخوان المسلمين لتلقي العلاج. فاللي يتعالج منهم يعني اللي يتعافى ويقبل منهج الإخوان المسلمين حسب اعتقاده ده يبقى خلاص اتعالج وردت ليه العافية مرة أخرى وعرف الإسلام وعرف الدين مرة أخرى. هذا يخرج من باب المشفى إلى السور الخلفي ليكون عضوا فاعلا في جماعة الإخوان المسلمين. يعني فكرة إن الناس كلهم ناس مرضى وبعدين بيسحبوا الناس دي من خلال ما يسمى بالعمل الدعوي إلى داخل حديقة الإخوان المسلمين اللي هو المستشفى ديت فيعالجوه، فلما يتم تعالجه بقى احنا ما نشوفوش تاني بقى، خلاص ده راح تاني، ده بقى خلاص اختفى الجزء الخفي من ده فكرة من التنظيم. لذلك هو حسن البنا كان بيركز في جماعة الإخوان المسلمين على فكرة المعرض اللي هو يبقى ظاهر يعني الواجهة ده بنعرض فيه نموذج للمنتجات بتاعتنا، لكن المعرض اللي هو بيتعرض فيه جزء من او نموذج من البضاعه بتاعتنا ديت مش معقول بيعرض فيه كل البضائع. ده دكتور اللي بيخلينا دلوقتي نقدر نفهم فكره ان في تنظيم موجود او معلن وفي تنظيم موازي، يعني في نوع ما من تقسيم الادوار، وده نفسه لو سحبناه على شخصيه عبد المنعم ابو الفتوح هنبقى فاهمين شويه هو ليه في الدوائر الغربيه حضوره كان له معنى ومين اللي كان بيدعمه في هذه الدوائر، وليه إدارة بوش الابن تدعم إن يبقى هو اللي يتم الاستثمار فيه علشان يصل إلى الحكم والصراع يتم بهذا الشكل، وده نفسه اللي بيخلينا نبقى عايزين نسمع من حضرتك أكتر. هو بالفعل جوه التنظيم دايما في هذا الكيان المعلن يعني أو اللي الناس بتشوفه، في الكيان الموازي الشخص اللي نعرفه وكل شخص له كمان حد بيقوم بدوره بس
خفي ما هوش معلن؟ ده كان واضح جدا في فكرة حكم مرسي الفترة اللي حكمها. كان في مجموعة معينة، المجموعة ديت منهم الشخص اللي أنا قلته ده كان مسؤول عن مرسي داخل جماعة الإخوان المسلمين، يعني هو كان مسؤول اصلا عن محمد مرسي داخل جماعه الاخوان المسلمين. مش احمد عبد العاطي يعني؟ لا مش احمد عبد العاطي. طيب. ولما دخل مرسي يعني لقصر الرئاسه كان هو بيديره بنفسه من قصر الرئاسه، فاحنا بيظهر لينا ان محمد مرسي هو رئيس الجمهوريه والراجل اللي بيتخذ القرارات، لكن هو فرد بيسمع ويطيع لنفس المجموعه اللي كانت بتشغله وبتديله الاوامر وبيسمع ليهم وكانوا مسؤولين عنه، هم نفس الافراد اللي كانوا بيدروه داخل قصر الرئاسه وبيدوله القرارات ويتشاور معاهم فيهم ويقول له مثلا كذا، غايه ما هناك انه بدا بس بدل ما كانوا بيتعاملوا معاه على انه شخص عكاك بسيط حسب اللفظ اللي عكاك. هو كان اللي هو كان نفس الشخص لا مش ونفس غريب. نفس الفكره عن محمد مرسي يعني هو كان بيقول مثلا انا خدته معايا في مؤتمر في اوروبا يعني، فكان الاتفاق ان قلنا له كلفناه هو كلفه محمد مرسي انه بس هيقدمنا في المؤتمر وهيعمل النهايه بس. قال لي خلي بالك النهايه دي كلفتنا ان احنا نعمل المؤتمر ده حوالي 3 مرات واحنا ناكد عليه انت تعمل النهايه كويسه وبتاع، فيجي يعمل النهايه يروح عامل لخبطه تضطرنا ان احنا نعيد المؤتمر تاني. يعني اللي احنا شفناه في دونت ميكس والحاجات دي حاجات اصيله في شخصيه مرسي. دي حقيقه. طيب. واللي كان بيتكلم عليه عبد المنعم ابو فتوح في الاشاره ليه اللي هو في الكلام اللي حضرتكم عرضتوه بالنسبه لخيرت الشاطر انه بيتكلم عليه كان بيلمح ليه، دي كان حقيقه. الراجل كان عنده مرض كان بيؤثر عليه وعلى طريقه سيره وكلهم كانوا عارفين الكلام ده، وعبد المنعم الفتوح كان مستاء من هذا الكلام. اولا ده شخص من ناحيه الترتيبيه التنظيميه كان اقل بكثير جدا منهم بكثير، ثانيا كان معرض له بهذه الطريقه، ثالثا هذا شخص قد نمطي جدا جدا جدا. طيب على ذكر الانزعاج والتنافسيه اللي كانت بتخلي عبد المنعم يعني طموحه انه يكون هو رئيس مصر مش مرسي، يعني هم انتقدوا فيه فكره البيعه، هو ينفع يكسر قرار مجلس شورى الجماعه؟ يعني حتى الغضب اللي كان عند عبد المنعم ده ايه ده؟ اتنين هو ليه انكر البيعه في حين يعني خيرت قال ده بايع مرتين على بيعة الأربعينات وعلى بيعة 2010، يعني الشكل الحديث من البيعة بمنطقها، البيعة داخل هذا التنظيم في حد ممكن يبايع وبعدين يرجع في كلامه يعني، ولا هيعملوه كمرتد ويقتلوه، ولا هيحصل ايه؟ لا خليني اقول لحضرتك ان هو يصعب جدا 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 على اي شخص بايع في جماعه الاخوان المسلمين ان ينسحب من هذه البيعه. ليه؟ لانهم ببساطه شديده جدا بيعرضوا عليه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيطبقوه تطبيق خاطئ وفي غير موضوعه، بيقولوا انه من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره فؤاده ثم استقال منه مات ميته الجاهليه. فهو ما عندوش استعداد انه يموت ميتة الجاهليه، فبالتالي مش هيخلع ايده من بيعه المرشد، فبالتالي زي ما حضرتك علقتي المرشد النبي زي ما حضرتك علقتي بالظبط. ما هم بيخلطوا، بصي هم بيخلطوا المفاهيم، هم بيخلطوا ما بين البيعه التي كان يعطيها من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين البيعه اللي بيديها الفرد الاخواني للمرشد، فبيسووا بين هذه وذاك، فبيجعلوا المرشد في مكانه النبوه وبيجعلوا الفرد اللي هو داخل الاخوان المسلمين هو واحد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بيعه على الايمان، فاللي كان يخلع ايده من النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعي جدا، هو بايع على ترك الجاهليه، فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجاهليه. طب اذا نقض البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ ترك الايمان، هيرجع للجاهليه مره اخرى. فده شيء منطقي جدا يعني، انما فكره الجماعه الاخوان المسلمين مش كده. بس لكن اللي حضرتك بتقوله ده بيحطنا قدام انه مش نكته ان في حاجه اسمها دين الاخوان يا سيدة زي الكريمة، زي ما صبحي صالح قال لا يعني. يا سيدة الكريمة في شيء معلوم جدا وموجود في معالم على الطريق لسيد قطب، بيقول ان الأمة الإسلامية لم تعد موجودة منذ قرون، مفيش أمة إسلامية موجودة في اعتقادهم. طب يعملوا ايه؟ احنا لازم نوجد الأمة الإسلامية. كيف نوجد الأمة الإسلامية؟ بان احنا ننشئ جماعة تتكون منها العصبة الإيمانية، فالجماعة هي الأمة، يعني جماعة الإخوان المسلمين هي الأمة الإسلامية.
سيد قطب كمان بيقول: فحينما نوجد هذه العصبة المؤمنة نسعى جاهدين لهدم هذه المجتمعات الجاهلية. يعني هدف الإخوان المسلمين الأصيل المتأصل أن يهدموا المجتمع ده، تم مش قادرين زي ما قال سيد قطب، يعني لا نستطيع هدم المجتمع، نفعل ما يجعل هذا المجتمع يتداعى من داخله ويسقط. لماذا كذب أبو الفتوح وقال أنه لم يبايع؟ طيب، فكره الاخوان، فكره الكذب عند جماعه الاخوان المسلمين هي فكره اصيله في التنظيم، منذ ان اصدر حسن البنا ادى تكليف بقتل النقراشي، فلما قتل النقراشي وتم القبض عليه ومحس ان هو تورط، اصدر البياني الشهير بتاعه: ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. في كذب واضح وشديد الوضوح. ولما حسن الهضيبي اعطى تكليف للمجموعه اللي هي حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشيه وتم القبض عليهم، وقالوا ان احنا جماعه من جماعه الاخوان المسلمين وان اللي مكلفنا حسن الهضيبي وكلام زي كده، فلما جابوا استدعوا حسن الهضيبي المرشد العام للاخوان المسلمين في ذلك الوقت، والرئيس السادات كان احد افراد المحاكمه يعني، فكان ذكي جدا، فطلب من الهضيبي، سأله الأول، سأله الهضيبي: أنت تعرف الناس دول؟ قالوا: لا معرفهمش. طب دول بيقولوا أن هم تابع جماعة الإخوان المسلمين؟ قالوا: إطلاقا، هؤلاء الناس ليسوا، عاد نفس العبارة. يعني اللي بيحصل مع شباب الجماعة اللي كتبوا مناشدات لشيخ الأزهر والكل الدنيا هو نفسه اللي حصل أيام الهضيبي؟ خليني بس لحياتك المشهد المثير ده. يعني فالرئيس السادات طلب من الهضيبي أن يضع يده على المصحف ويقسم أن هؤلاء الناس ليسوا تبعا لجماعة الإخوان المسلمين، فوضع حسن الهضيبي يده على المصحف وأقسم أن هؤلاء الناس ليسوا تبعا للإخوان المسلمين ولا ينتمون للجماعة، فما كان من العضو اللي هو قام بإطلاق النار إلا أن تفل على وجه الهضيبي وقال له: أنت كاذب وكافر. تفل في وجهه، في وجهه، وجه المرشد، لأنه اتصدم. خلي بالك ده فعل عفوي جدا، يعني راجل يقسم على المصحف ان هؤلاء الناس طبعا ليسوا تبعا لجماعه الاخوان المسلمين ولم يكونوا يوم من الايام من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، فما كان من العضو ده الا ان اتصدم فتفل على وجهه في المحاكمه وقال له: انت كاذب وكافر. وده نفس اللي عمله البنا في اغتيال النقراشي لما قال: ليسوا اخوان وليسوا مسلمين. فمن هنا احنا ما نستعجبش على ان فكره ان عبد الفتوح يكذب، يعني ده شيء بديهي جدا داخل الجماعه وشيء من المسلمات. هم قائمين على تشابه شديد جدا بينهم وبين الشيعة في عدة أشياء واضحة جدا. فكرة الإمام، فكرة الإمامة عند الشيعة وفكرة الإمام عند جماعة الإخوان المسلمين، الإمام حسن البنا، الإمام عند الإمام الغائب أو الإمام الحاضر عند الشيعة، الدعوة عند جماعة الإخوان المسلمين، الدعوة حتى نلاحظ أن حزب المفردات هي نفس المفردات بالظبط. فكرة التقية اللي هو بيسموها الغاية تجميلا اللي هو التقية، لكن هي كذب، كذب صراحة طبعا يعني. كذب، فهم بيستحلوا فكرة الكذب وطبعا بيجيبوا عليها دلائل شرعية لا تصلح أبدا ولا تسعفهم. لا، ما هم بيعملوا التفسيرات المغلوطة. يعني هم بيشرعنوا فكرة الكذب، يعني هم عندهم كمان شرعية، يعني بيتاخدوا من الدين سطار لفكرة الكذب، فهم بيوحوا الكذب لأنفسهم ويقول لك ده شرع ودين يعني. فعبد المنعم الفتوح حينما يكذب يكذب بقلب مطمئن أنه مش هيأسم أبدا. ليه؟ لأن ده شرع ودين. بيكذب ليه؟ بيكذب لمصلحة الجماعة. هل فضحوا الهتاف اللي قال يسقط حكم المرشد فاضطر يشيلها لمرسي يعني، والمسألة بقت فاضحة؟ أنا قلت لحضرتك، بصي احنا يعني برضه دول يعني ضمن الحركة البشرية، خلينا نقول السياق الإنساني أو البشري، إن هم مش قادرين يستسيغوا. عبد المنعم الفتوح مش قادر يستسيغ إن محمد مرسي يبقى رئيس الجمهورية ورئيس عليه، وإن هو يبقى أولى منه في رئاسة الجمهورية، وإن هو يختلف مع جماعة الإخوان المسلمين يطلب الترشح لرئاسة الجمهورية فهم يرفضوا، فهو ياخد قرار. لأن عبد المنعم الفتوح شخصية منذ أن زي ما أقول ولد في جماعة الإخوان المسلمين، ولد ولدي إحساس القيادة والزعامة. طبعا، فجمع معاه الإحساس ده. مش ادوا له نقابة الأطباء؟ لا، وقبل يعني نقابة الأطباء عمل فيها هو كل الراجل اللي هو كان عايزه. في اتحاد الطلاب في الجامعة المسلمة. أيوة بس في مصر. طبعا، فهو راجل اللقاء الشهير مع السادات، فهو عنده النزعة القيادية ديت،
فمش قادر الراجل ده. جت فرصه بقى ان احنا نبقى رئيس جمهوريه، فالقياده مش تعلى مرشد ده الرئيس. يعني هتعلى قوي معاه يعني، وتتحقق كل طموحاته، فيفاجئ ان الجماعه بترفض وبيقولوا لا احنا مش هنرشح حد لرئاسه الجمهوريه. بس في معلومه من المصادر بتاعتنا كمان اتكلمت انه كان مدعوم من جهاز التخطيط في التنظيم الدولي، هل ده له علاقه بيوسف ندى؟ لا، احنا خلينا اقول لحضرتك ان يعني هو في جزء من الكلام ده يعني دقيق، لكن الدقه الدقيقه يعني ان في جزء من التنظيم الدولي كان بيرغب او بيتمنى على الجماعه داخل مصر انها تدفع بحد زي عبد المنعم ابو فتوح وتجعله مستقل، يعني ما تكونش بشكل رسمي، يعني يدفع بحد زي عبد المنعم الفتوح شكل مقبول لدى عامه الناس، يعني على الاقل ما عندوش مشاكل مرضيه. عبد المنعم بيعرف يكذب كويس وبيعرف يتكلم على اساس ان فكره ان الديمقراطيه ده شيء جميل، وهو في 2009 يقول لك ان الديمقراطيه دي فكره احنا نطبقها زي ما احنا عايزين، فيتكلم في 2009 بكلام ويجي في 2010 بكلام تاني وبعد 2011 بكلام مشاكل تاني، فيستطيع ان يكذب وهو كانه يشرب الماء او يتنفس الهواء. فالراجل سهل جدا عارف يسوق نفسه بره وجوه يعني، بس جوه حرسه القديم بقى، ويعني القيادات نفسها كانت في حاله صراع ومنافسه. بالمناسبه يوسف القرضاوي كان من الناس المتحمسين جدا لعبد المنعم ابو فتوح والدفع بيه للترشح لرئاسه الجمهوريه ومساندته من خلال جماعه الاخوان المسلمين، وكان هو اللي مقترح هذا الاقتراح. ممكن مش عارفه تقبل لحد كام يعني انه القرضاوي كان هو يعني المرشد الخفي او المرشد الحقيقي؟ طيب هو نفس الافكار اللي احنا بنتكلم في جمله معلش عشان الوقت يعني احنا بنتنفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، ان عبد المنعم ابو فتوح ولد وهو لديه روح الزعامه، فهو كان بيظن نفسه انه اكبر من ان هو يبقى تحت طوع مرسي يعني. تمام. هي نفس فكره القرضاوي، هو كان يرى نفسه انه اكبر من المرشد من الاساس يعني. ده هو يعني ده هو كان عايز يبقى شيخ الازهر، فهو فكره ان راجل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء يعني انشاها موازي، التايتل بتاعه الكبير. أيوة. ده رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علشان في العالم، يبقى ما عرفش يبقى امام يبقى مرشد لجماعه الاخوان المسلمين، ده قليل عليه جدا يعني. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد الشرباجي الباحث في شؤون الاسلام السياسي، نورتني وانرت لنا كثيرا، وكمان يعني كنت واحد من مصادر الكبسوله بالمعلومات اللي قدمتها لنا، بشكر حضرتك. وقبل ما يعني هستودعكم الله، عايزه اقول لكم اللي جاي من الكبسوله في الاسبوع القادم هيكون كمان يعني في مفاجآت كتير بجد، وكلها من اللي حضراتكم بتسمعوه، واللي أهم حاجة فيها أنها بتفتح عينينا وبتكشف الأمور بمصادرها بكلامهم هم. وبطل الحلقة القادمة هيكون خالد مشعل، أديني بقوله علشان اللي قلقانين وعمالين يسجلوا ومستنيين يشوفوا هيردوا إزاي وهيعملوا إيه، أنا بسهلها عليهم. البطل القادم للكبسولة خالد مشعل، إلى اللقاء.